تفاجأ المواطنون في مديرية تبن بمحافظة لحج بفيضان بحيرة في منطقة الحسين بواد صغير أثناء قيام أحد المزارعين بالحفر في بئر قديمة لتتفجر ينابيع مياه عذبة وتخرج إلى السطح مشكلة هذه اللوحة الجميلة. ظهور بحيرة في منطقة الجروبة في الحسيني، فتواصلنا مع طاقم مكتب زراعة الري وخاصة الري بالنزول إلى هذا الموقع ومشاهدته نتيجة لحفر بئر من المزارع هو عياش، وتم ظهور الماء بهذه الكمية، وهذه تعتبر ظاهرة ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الأيام نتيجة لتدفق السيول من شهر إبريل إلى شهر أكتوبر. هذه أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في هذه المنطقة. نحن بدأنا نحفر الجنب هذا، حفرنا بير وجينا على طبقة قوم نشم، ما قدرنا نحفر يد، إنما جبنا كمبريشن وتم الحفر، والماء كان يندينا يعني معاه تدريجيا، يعني كل ما حفرنا كل ما خرج الماء ونشفطه بالمواطير. لما جينا في مرحلة ما عاد نقدر نشفطها، طلعنا الكمبريشن والماء كل ما لا يزيد خرج بكمية زي ما انتم الآن شايفين قدامكم. وعلى مدى أكثر من شهر أصبحت هذه البحيرة مزارا سياحيا يتوافد إليه المواطنون من داخل وخارج المدينة، وهم يناشدون الجهات المعنية للتدخل ومساعدة المزارعين للاستفادة من هذه المياه. هذه البحيرة هي ينابيع كانت مخزونة في الأرض، مع كثرة تدفق السيول تراكمت المياه إلى أسفل وسببت هذا الانفجار. الحمد لله أنها سبب مزارع يحفر بير في الموقع، كان هو محفر قديما يحفر بير وانفجر هذا الانبوع وغطى مساحة حوالي 60 في 80 متر. نستفيد من الماء هذا نحن والمزارعين، لو في يعني منظمة كفي دعم كم حاجة يمكن بإمكان أن المزارعين هذه كامل يستفيد من هذا الماء، لأن الكمية بتكفي المزارعين هنا كامل، مش كمية قليلة إنما كمية هائلة هي، وكل ما كان السحب منها كل ما كانت زادت قوة الماء. يرجع مختصون أسباب تشكل هذه البحيرة إلى تراكم المياه المخزنة تحت الأرض جراء تدفق السيول خلال الفترة الماضية، خصوصا وأن المكان عبارة عن موقع بعمق أكثر من 10 أمتار يستخدمه المواطنون لجمع النيس والكر المتدفق من جريان السيول. المنطقة عبارة عن منطقة وادي كان فيها منطقة محفر، هذا منقول الكري أو الكبس، تم النزول أكثر من 10 متر عن مستوى سطح الوادي. بعدها قام أحد المواطنين بحفر بير وتوصلوا إلى عمق 10 متر على أثر تفجرات المياه، والمياه اللي تفجرت عبارة عن مياه سطحية الموجودة تحت سطح الأرض، ونتيجة لكون الحفر كان موازي لامتداد الطبقة من الشمال للجنوب حصل تدفق للمياه بالشكل الموضح في المنطقة. طبعا المياه عبارة عن مياه سطحية مش جوفية، بقاها أو عدمها مرهون بوجود سيول تغذية طبيعية، وإذا ما حصلت تغذية مع الوقت ممكن تجف وتنتهي هذا الماء. وتشير الدراسات الأولية إلى أن المياه المتدفقة من البئر عبارة عن مياه سطحية موازية لامتداد جريان السيول، أشبعت بالمياه في موسم الأمطار، وأن بقاءها مرهون باستمرار تدفق السيول.